مش صحيح إنه حدا يقوص على حياة مناسبة. موضوع القواص بالأعراس وهيك ما له طعم، إنه بيطلع الرصاص طايش أو شيء. إنه الواحد بس بيستعمله وقتها مثلاً لازم يدافع عن بلده. ما بعرف يعني كيف هالعالم فيها تتحمل يشوف من وراهم من هن عم بينبسطوا حدا زعل كل حياته وصار قاعد على الكرسي. يعني أكيد كتير غلط، لأنه إذا حدا مفكر حاله أقوى واحد وبيعرف وين بيقوص بيكون عن جد هيك، هو عم يقوص بالهواء بلا قصده. في رصاصة بسموها رصاصة طايشة، بدل ما تضلها ديركت على السما بتجي لاوقة بتروح على إنسان وبتقتله. فقدنا اللي منحبه بس لأنه حدا قرر يحتفل ويقوص بالعالي. ابنه نجح بالامتحان، زعيمه خلص تصريحه العظيم، أو ببساطة أخته قررت تتزوج. سلاح وين ما كان وبإيد مين ما كان، هني ما بدهم يحاسبوا، بس نحنا بلا.